من فترة طبعا احنا عارفين برنامج رامز كان في قناة الحياة، لحد ما في سنة احنا كنا بنعمل برنامج رامز في المعسكر. في نفس السنة دي رامز جلال عمل قرش البحر في MBC مصر. لا، في الأفكار. تمام. نقلنا، راح عمل قرش البحر في MBC مصر، واحنا في الحياة جبنا أستاذ محمد فؤاد، جابوا أستاذ محمد فؤاد يعني يعمل البرنامج اللي هو فوقش في المعسكر. وأنا كنت من الضباط الإسرائيليين اللي هم المفروض بيقبضوا على الحالة يعني، أو على الضحية. بصراحة قمتوا بتصوير بعض الحلقات مع رامز؟ لا، ما بدأناش تصوير أصلا مع رامز يعني. احنا كان كل التحضير مع رامز، وبعد كده قبل التصوير بشوية توقفنا، وكانت تقريبا دي المشكلة. أنا ما كانش عندي تفاصيل طبعا وقتها. توقفنا لفترة، وبعد كده لحد ما هم حلوا الأمور إنتاجيا ما بين MBC مصر والحياة وكده، وخلاص راح رامز عمل قرش البحر وكمل من وقتها في MBC مصر، وإحنا عملنا فوقش في المعسكر. لكن انت ما شفتوش، لا ما شفتش رامز ولا التقيت بيه تماما. لا، في الحياة يعني، في الحياة عموما. لا، التقينا طبعا، اتقابلنا. وقبلها قبلها كان في يعني حوالي، كان في 4 سيزونات في الحياة، كان رامز فيهم. واحنا كنا تقريبا في الفترة دي بنعمل أفكار برضو في الحياة تقريبا، مش متذكر قوي برضو لأن الموضوع ده لونج تايم يعني. كواليس الشغل بقى بينك وبين رامز، او كواليس الحياة عموما، احكي لنا عنه كده. بصي، ما بتجمعنيش بحاجات شخصية قوي، بس هو لذيذ، انا بحبه جدا، وبحبه كممثل، وبحبه في الحاجات في البرانكس اللي هو بيعملها، وبحب فكره يعني. هو بيفكر اوت اوف ذا بوكس كده خالص، دماغه في حتة تانية مش معانا. يا ريت طبعا ألتقي بيه تاني، بس أشتغل معاه في البرامج بتاعته ما أعتقدش دلوقتي. أنا دلوقتي يعني مش هينفع أعمل حاجة تبعدني عن التمثيل شوية. لا أفظع، لا لا أفظع، مش زي ما بيظهر في البرامج، هو أفظع. اي حد، في اي حد، في عايز اقول لك، في كرو المساعدين بتوعه، في اصحابه، في زمايله، في اخواته، في اصحاب اصحابه، في ناس ما يعرفهاش خالص. هو ده رامز. لا، انا سمعت عنه مهازل طبعا، لان انا بصي، انا جيلي في المعهد كان غير دلوقتي. احنا في المعهد ده في النهاية برضو حاجة كده بتجري في دم الناس اللي كان هو مرحلة في حياتهم، فبيربطنا بالمعهد وجدان. تمام. وانا في الفترة اللي كنت فيها في المعهد كان لسه المعهد ماتشنج مع الجيل ده، يعني مع الناس القدام شوية، كانوا لسه مخلصين وكل حاجة ونجوم وما شاء الله عاملين حاجات ومحققين، بس في النهاية هتلاقي حد فيهم جاي لدكتور اشرف زكي يعني، دكتوره زي بالظبط، جاي لدكتور سناء شافع لانه دكتوره برضو مربيه، فاهمة قصدي؟ واحنا دايما لما بيبقى عندنا كيسز في الشغل،
اي حاجة محتاجين ناخد فيها رأي حد او كده، بنحاول ندور زي اي حد، بنحاول ندور على الناس اللي استفدنا منهم في مشوارنا. يعني لما تقابلني كيس غريبة مثلا في الشغل او كده، هروح اسأل مين؟ ما انا لازم اروح اسأل حد من اللي خبرتي مستمدة منهم، فاهم قصدي؟ فهو ده كان اكتر حاجة بصراحة يعني. وطبعا جيل الدكاترة اللي انا بكلم حضرتك عنه ده ليهم طبعا اكبر فضل في ان هم دوبوا العلاقات بينا، يعني عرفونا على بعض وقربونا من بعض، وفي نفس الوقت خلوا وجداننا واحد. يعني احنا لما بنتربى في بيت واحد اخوات بنطلع فكرنا شبه بعض، فاهمة قصدي؟ هو ده اللي عملوه معانا اساتذتنا، يعني هو ده اللي عملوه معانا مثلا دكتور اشرف زكي، استاذ جلال الشرقاوي رحمه الله عليه، دكتور سناء شافع رحمه الله عليه، هو ده اللي هم عملوه معانا. هو ده من اكتر الحاجات اللي اثرت فينا احنا كممثلين او كجيل ممثلين. كان رامز بيجي المعهد وقتها ولا؟ اه كان بيجي المعهد. لا لا كان بيجي المعهد، ومش هو بس، احنا المعهد كل سنة في مهرجانين مهمين جدا، مهرجان اسمه المهرجان العربي ومهرجان اسمه المهرجان العالمي. المهرجانين دول بتبقى لجنة التحكيم فيهم نجوم كبار، منهم بيبقى اللي خريج المعهد من لونج تايم، ومنهم ناس بيبقوا برضو يعني مخرجين أو منتجين في السوق. ولكن في كل احتفال للمعهد، في كل مهرجان للمعهد سواء عربي أو عالمي، لازم بتلاقي نجم من النجوم اللي اتخرجوا من المكان ده بيجوا يتكرموا، تمام؟ ويمكن ده برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي فادتنا في المعهد، ان احنا نتعرف على الناس والناس تتعرف علينا وتشوفنا وتشوف عملنا ويتعرفوا علينا فنيا ويعرفوا مين عنده ايه ومين بيعمل ايه وكده. لكن رامز ما عملش معاك انت بعدين؟ معانا شخصيا اتمنى. اتمنى طبعا. طبعا اتمنى. لا يعني في الكواليس في الحياه ما عملش مع حد قدامك موقف ما سمعتش عنه موقف في حياته هو زي ما انت قلت كده مع اصحابه؟ لا ما افتكرش. ما افتكرش مثلا اثناء التصوير لما قلت ده في الكروب في الحاجات دي؟ لا ما افتكرش بصراحه. ولا لا 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 خالص. وانت ما التقيتش بيه غير في الفتره دي؟ اه. يعني طب كان ايه التعامل بينك وبينه؟ انا في المعهد في الفتره دي، فتره ما انا كنت طالب في المعهد، كنت بشارك في المهرجانات دي بعروض طبعا، سواء عروض اخراجي او عروض بمثل فيها او عروض بساعد فيها زمايلي لو ما بخرجش او ما بمثلش او عندي حاجة في الدراسة تمنعني من المشاركة في المهرجان. واكيد هو انا برضو مش متذكر قوي، انا المعهد بالنسبة لي برضو مش قريب، انا مش بخلص معهد اول امبارح، انا بقالي حوالي 4 سنين مخلص المعهد، وانا قعدت في المعهد فتره طويله، قعدت في المعهد كتير، ف مش فاكر بصراحه موقف بعينه، بس يعني اكيد اتعاملنا مع بعض.